مشاهدينا الكرام، تحية درود الاحترام، أهلا بكم في حلقة جديدة من حرف ولون ونغم. حلقة اليوم هي احتفاء بنون النسوة، مجالات مختلفة ومتعددة أسهمنا وأبدعنا في كثير. سعيد أن أرحب بيميني مباشرة بالمصورة والمخرجة وصانعة المحتوى المعروفة لدى السادة المشاهدين والمتابعين تيك توكر عموما، يعني بهجة خال، أهلا بك. مرحبا وأهلا بكم، وأنا سعيدة أكون من ضمن الجمال الموجود، وكمان سعيدة جدا بعودة الشروق وأشرقت حياتنا. أهلا بك يا بهجة. أهلا، سعداء أنه تكون معنا في هذه الحلقة الفنانة الزاهية صاحبة الصوت الدافئ نجود عجب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، والحمد لله ألف على السلامة عودة الشروق، وأنا مبسوطة جدا وشاكرة جدا للاحتفاء اللي حسيناه وحقيقي منك، وإن شاء الله نقدم مع بعض أمسية سعيدة إن شاء الله. أهلا بك. على يساري اللون الجميل فنانة التشكيلية أماني أزهري، أهلا ومرحب بك. أهلا فيك، يديك العافية أستاذ حمزة، إن شاء الله تكون جلسة سعيدة وتشرفت بمعرفتكم. أهلا كمان بالفرقة الموسيقية المصاحبة أستاذة نجود، حتصحبنا إن شاء الله من خلال هذه الحلقة في تقديم كثير من الأغنيات. ننور المشاهدين ونخليهم بحماس معانا كذا، ونرسم لهم صورة زاهية عبر الشروق، يعني حنسمع شنو في البداية. إحنا يمكن زي ما قاعد نقول طوالي بنشرب من البحر الكبير اللي خلوه لنا يعني كبارنا، وأكيد حنمشي وبكل المحبة نقول لهم الحنين البي هم قدروا لكن ما قدروا. يلا نسمع. I'm not afraid to die.
طلب والتقدير هو واحد من ركائز العلاقات، يعني التقدير والاهتمام. نتمنى انه التقدير ده يكون من المتلقي نفسه للمفردة والمعاني اللي بتقدم له. يعني احنا واصل في حوارنا مشاهدينا في هذه الحلقة بهجة بهجة خان او بهجة بهجة خان ليه يعني؟ لانه يعني انا شو اللي عارفه انه بهجة على عمر يعني. ده السؤال الاول بهجة عمر. كلمة خان جات بحكم تواجدنا، فكان التقطت اللغة الأردية أو اللغة الهندية من بعض الأصدقاء في مجال العمل الإعلامي، وصرت بتقنها لدرجة إنهم هم نفسهم كانوا بيفتكروا إنه أنا يا إما باكستانية أو إما أفغانية أو هندية، فأطلقوا علي الاسم إنه بهجة خان. لكن على مسمى يعني. أيوة. في لعبة في خانات كثيرة. يعني الموضوع ده من إخراج لتصوير لصناعة محتوى ولتمثيل في حد ذاته. أيوة. فالكوكتيل ده كيف قدرت إنك توظفه بيناتهم، يعني من بدايتك من الدراسة لحد وجودك الآن صناعة محتوى؟ طبعاً هو الشغف، هي المسألة دي ما متكاملة. يعني أنا شغفي بالتمثيل، كويس انه انا ما قلت شغفي بالغناء، لانه انا لما كنت صغيره اصلا يعني بيقولوا لي انت بتغني كثير، قلت لهم انا عايزه اطلع زي حنان بلبل. تحيه لك استاذ حنان. حنورتك على الهواء لو انت مصره على الموضوع. فهي مساله شغف من انا صغيره، يعني بحب التمثيل، بحب الغناء، بحب الرسم، بحب يعني كل الحاجات اللي لها علاقه بالسنسيتيف ايموشن، يعني الحاجات اللي لها علاقه بالمشاعر دي. فبعد ذاك يعني الرؤية بالنسبة لي بقت واضحة، وعرفت وخططت إنه أنا عايزة أمشي وين، وعايزة أدرس يا نوع من الدراسة. فجيت كلية الموسيقى والدراما ودرست التمثيل. بحكم الغربة إنه بقيت أنا ما منخرطة في مجال التمثيل، وإنه أنا لكن لازم أكون متواجدة في الدائرة دي. فلقيت تيك توك، هو طبعاً أبليكيشن يعني هو اللي قدمني للناس، وهو اللي خلى الناس تعرف بهجة اللي بتقدر على الأداء أو المؤدي. فلقيت إنه ده بيغطي لي شغفي وأنا بعيدة وممكن أكون فيه، أو يعني أعمل رسالتي من أي مكان، ما بحدني إنه أنا لازم أكون متواجدة مع الزملاء مثلا في السودان أو أكون موجودة في دائرة العمل. فخدمني وقدمني للناس وقدرت، يعني قدرت أرضي نفسي. و هنتكلم عن الجوانب المتعددة دي، إذا كان في الناحية الفنية عموما بعينك أنت كمخرجة أو مصورة، والحاجة الثانية هنتكلم عن معالجة كثير جدا من القضايا في التيك توك. لكن نمشي لأماني. وأماني شو اللي عرفتي إنه يعني لما يكون في دعم أسري بيكون في ارتياح ذاته في اختيار التخصص؟ فأنت ما شاء الله رسامة أنت صغيرة يعني، فوداك شنو للفنون، خاصة إنه في أسر كثيرة بتتمنى إنه أبنائها يتخصصوا تخصصات ثانية؟ يعني في تخصصات ماسكة الساحة زي ما بيقولوا، زي هندسة وكده. فأنا من كنت صغيرة يا هو بحب إني أنا بحب أشتغل أرسم طبيعة صامتة، أي حاجة كنت أحب أرسمها. فكان عندنا زي سبورة كده، جدي الله يرحمه هو كان أكثر زول بيدعمني للحاجة دي. فكان بيقول لي مي صغيرتي هتخش كنت الفنون الجميلة تطبيقية تنبؤ. أي فأنا كنت يعني ما كنت قايلاه بجد في كلية كده. لما خشيت الثانوي هو بقيت اصلا كنت بحب ارسم لما بشتغل. لم يكمل ترسم يعني من زمان من صغيره، يعني مين قول سبع انا ما بتذكر غيرته، لكن بقيت ريح برسم. خيالك وعموما اللعب بتاعت الاطفال يا هل التغليه دي حولتيها لرسوم يعني. الحاجات الفنيه كلها كنت بشتغل برسم وشوش اكثر حاجه، ويا هو الشغل بتاع بنعمل دمى كده، بنصنع دمى، وحاجه اثرت في ناس حاليا برضو في الشغل حق التلوين، وبعمل دمى برضو يعني بتكون رسمه وبتكون معاه دميه ثاني. اخذت الثانوي ولقيت انه في تخصص او ماده كامله اسمها في ماده بتختارها، هي كليه في ماده بتختارها انها فنون، لكن ما كنت عارفه برضو اني في كليه فنون. فالاستاذتي الله يديها العافيه لها الفضل انها ورتني الحاجه دي انه في كليه وبيدرسونا، وحفزتني الحياه دي شديد، وتحمس ان انا اخش كليه الفنون دي. نقيف هنا ما ندخل الجامعه، انا الجامعه دي بحر واسع كذا. نرجع لك استاذه نجود، وما شاء الله يعني تجربه زاهيه وممتده وفيها ثراء كبير للاغنيه السودانيه وللمكتبه نفسها، يعني لانه لما يكون الفنان بيستند على مشروع غنائي معين بالتاكيد بيضيف فيه لكل الخلفيه الراسخه في عقليه المشاهد الان. يعني انت ما شاء الله من الدوره المدرسيه لنجوم الغد،
وبديتي كمغنية، وبعد ذلك ما شاء الله يعني ساهور أو كوثر فتحت أبوابها وقدمتي فيها كثير من المدائح تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم. قدر كيف ممكن التشكيل والتنوع ده أضاف لتجربتك أنت الفنية أستاذة نجوم؟ والله هو أنا بشوف إنه ده حظ ذاته، يعني ما يزول يعني ما يزول أو ما أي فنان بيلقى مساحات في إنه يقدم كل اللي عنده. وهي ما شاء الله بهاجة عندها السبع صنايع في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ أيوة لا البخت رائع جدا. فكون إنه يتتح ليك تلقى فرصة، هو المغني ده ما هو صوت يمدح يغني يعني كل الحاجات نفس الحاجة بتتعمل، بيبقى بعد ده في التصنيف والناس بيقول لك ده المادح وده الفنان، هو كله فن تمام. انا شاكره جدا لساهور انها كانت يعني وصلت او ادت مساحه للوجود المحبه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انها تقول زي ما بتقول يعني زي ما بتطلع عواطفها في الغنى لاولادي لاحبابي وبقول لهم برضو اقول يعني عبر عن محبتي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني انا بشوف انه الفنان مفروض يكون شامل، اي فنان ممكن يعني اي ما هي بتديه اكثر من انها بتشيل منه. يعني في الفتره الاخيره برضه شفنا المديح ذاته فيه آلات موسيقيه متعدده، زمان مثلا كان بيعتمد على الصوت يعني والادائيه فقط، فممكن نقول دي برضه اضافه بالنسبه للفنان، امتداد الصوت ودرجات الصوت في مشواره الفني. يعني هو المديح ذاته اكبر داعم لصوت الفنان، انا بشوف لا اي ما يزول ممكن يمدح، ما معناه يعني انا ما داير اكبر من شاني انا ابدا، لكن المديح ذاته مسؤوليه كبيره جدا. يمكن الالات المصاحبه دي جات جديد يعني جات أيوة حديثا صح. في الاول الاداء كله كان يعني بتشيل الشيله براك انت يعني مع الايقاع فقط او الطار. فالالات المصاحبه ما هو انت يعني المديح ده معروف من زمان، نحن كل شعب السوداني ده متصوف كلهم متصوفين كلنا يمكن متصوفة دي ما بنختلف فيها. انت بتخاطب جيل بتخاطب فيه بلغته، يعني انا عشان اخاطب الشباب لازم اجوم الحاجة اللي هم بيحبوها، لازم الفت نظرهم للمديح ده بالحاجة اللي هم يعني انا لو جيت بطار قد يحبوه لكن بيحبوه اكتر وينتبهوا له اكتر لما يكون في آلة مصاحبة. اكيد احنا نتكلم غنى نتكلم غنى لانه سادة المشاهدين اللي بتابعونا الان هم متعطشين لك لامتداد ظهورك في القنوات، ممكن برضو بحكم سفرك المستمر يعني، فعايز اسمع منك كثير من خلال الحلقه دي بالذات. حنسمع شنو؟ حنسمع احنا تقديرا، وانت تكلمت عن التقدير فما كان في يعني تقدير لنا لفننا السوداني الكبير جدا، بدينا بالغنى المسموع ومحبه اكيد لكل الفنانين العظام جدا وتحيه وتعظيم لهم، وده البحر الماء لو ما شربنا منه ما بنروى اصلا. فتحياتي العظيمه جدا للاستاذ خالد شقوري والملحن الحبيب جدا نزار الحميدي، ونحن لو كنا we'll be right back.
بيت صافينا ما معه خيار غير حينا موكب الافراح ويوادينا موكب الافراح ويوادينا يطرب المشوار تطاوينا كنا قد حنكون معنا في مقطع في نغم موزون احنا لو كنا قد حنكون معنا في مقطع في نغم موزون نملة دارنا حروف اخضرار وفنون نملة دارنا حروف اخضرار وفنون نبني للعابرين مزيرة وصالة ريحة البلد وتفاصيل المجتمع الريف يعني المحافظ على العادات والتقاليد ده ما بيحرمني انه كمان مجتمع المدينة هو محافظ يعني لكن بقدر ما انه سرحت يعني اخذتينا في صورة جميلة يعني طفنا فيها ريفنا الجميل يعني استاذ بهجة العين بتاعت الفنان الفاحصة اللي بيدعاين بكم زاوية وانت الزاوية بتاعتك مصورة ومخرجة وقبيل كده بتنظري برضه في اللوكيشن يعني فقدر كيف ممكن الحي ده خدمتك انت في تشخيص القضايا وطرقها على صفيح ساخن يعني طبعا لما انت تشوف من كم زاوية انا ما بقول انت بتشوف الكل المركب لكن اتليست بتشوف بوضوح او بتشوف بعمق الحاجة دي وانا طالبة في كلية الموسيقى والدراما طبعا ما داري انه اقول سنة كم لكن حفظين على التاريخ الانجليزي طبعا الحلقة اي فاول ما جيت انا طالبة جديدة سيمستر اول ربنا يرحمه استاذ عبد الحكيم الطاهر جمعنا كده وقال لنا انتوا عشان تكونوا منتمئين للمكان ده مفترض تشوفوا كويس فنحن ما كنا فاهمين تشوفوا كويس كيف ما هو ده نحن قاعدين نشوف شايفاك وشايفاه ومشي ما كنا متخيلين انه في شوف غير الشوف العادله فقال لنا انك انت عايش في محيطك ده لازم تلاحظ لكل صغيره وكبيره تلاحظ لوجودك انت داخل المجتمع وللمجتمع ده ذاته داخلك انت فمن اللحظه ديك انا فهمت انه انا جزء من كيان كبير والكيان الكبير ده هو جزء مني انا يعني المشاهدات بتاعت العين بتاعت الشخص العادي ما زي عين الفنان ابدا ابدا الفنان بيشوف حاجات مرات بيشوفها بقلبه مرات بيشوفها بعقله الانسان العادي ما هو ده بيشوف شوفه يعني شوف الزول العادي لكن الفنان بيشوف عمق الحاجه او بيشوف الأشياء الدقيقة يعني جود الموجودة حوله اللي هو الإنسان العادي ما بيقدر يلاحظ ليها أو حتى لو لاحظ ليها ما بيكون انترسم فيها أو ما بيكون مهتم بيها أنا بدأت ألاحظ يعني لحاجات في مجتمعنا كثيرة هي تكاد يكون فيها الخطأ ويكاد يكون فيها الصح أنت أنا اخترت زاوية أنا اخترت زاوية إنه أنا والله أقف في وش المدفع طبعا قاعد تلاحظ الهجوم اللي بيكون عليه في السوشيال ميديا انا قررت انه انا المسكوت عنه في المجتمع السوداني بيقولوا عليه واهلنا يعني افلفله افكه يعني اتكلم فيه فبدأت بعالج بفيديوهاتي على تيك توك القضايا التكاد تكون تمس الانسان السوداني مباشرة. ايوه بالضبط كده فبدأت ولقيت انه الحاجه دي انا بقدر اوصل رسالتي اللي هي رساله التمثيل اللي انا اتحرمت منها بحكم الغربه وكده فلقيت انه انا ممكن اوصل رسالتي ممكن اعالج ممكن اكون شخص مساهم او شخص مفيد في المجتمع اللي انا موجوده فيه فبدات اتكلم على القضايا هنيجي لمحور المواجهه ومواجهه
لكثير من مشاكلنا يعني. أيوة. اللي هي نحن بنخليها دائما وراء ستار يعني، ما قاعد عندنا طرقها والحاجه دي انت حتى كمان عندك سلوغان كده موجود في صفحتك حاليا تتكلم عنه. استاذ اماني، ده جزء من التكوين العام يعني، اذا كان ده تكوين فني بزاويه شوف مختلفه فبالتاكيد التكوين الفني عند التشكيل بيختلف يعني، عشان كل زاويه وكل لون يكون في مكانه ويدي الشكل الكامل. دخلتي الثانوي ودخلتي الجامعه كليه الفنون الجميله، قدر كيف التكوين الفني مهم في عمق اللوحه في توصيل المشاهد، خاصه انت تخصصي مدرسه الواقعيه يعني. فعلا التكوين جزء لا يتجزأ من اي حاجه حوالينا، في غير الموسيقى وغير الرسم والتلوين والحاجات دي، جزء مهم في حتى في جسمنا، تصميم الكرسي لقعدتنا حاليا ده جزء من التكوين. التكوين برضو موجود عندنا في الصوره نحن كمصورين، بس الصوره حاجه مهمه حاجه نصرحها فعلا. ايوه في الالات الموسيقيه فعلا، في احنا عندنا قلاص الصوره وعندكم برضو نفس الشيء، فبتبدا من نقطه لخط لضل الهارموني والبالانس والحاجات دي. أيوة. فالحاجه دي كانت في البدايه بالنسبه لي صعب انه الزول يفهمها، لكن طبعا مع مرور الزمن ومعاساه الاساتذه والحاجات دي الزول فهم انه الحاجه دي ما بس بتدرس يعني حاجه واحد اثنين ثلاثه بتقرا، الحاجه دي بتحس انت يعني، بتحس انه في حاجه ناقصه وفي حاجه ما موزونه يعني. مثلا شغال لوحه كلها اخضر، اكثر دعايتها اخضر، تحس انه لازم دخل برتقالي في حته، وفي الطبيعه بتلقى الحاجه دي يعني بتمشي مزرعه ولا بتمشي مشاهداتك البرة تيجي تحكيسيها حياتها الطبيعيه بالذات يعني. فعلا مثلا لما شفت مزرعه ولا شفت اي حته بتلقى سبحان الله اخضر، وبتلقى في طيره حمراء جات ماشي وزنت اي حاجه. شفت النظره دي؟ طيب دايما الموضوع نخليه وتشاركوا طيب يعني قبل ما نسمع منك. قدر كيف برضو التكوين الفني اذا كان الفرقه الموسيقيه الان الثالوث يعني الكلمه والاداء واللحن لازم يكونوا متناسقات عشان المنتوج يطلع بشكل افضل يعني، قدر كيف برضو الحاجه دي مهمه وبنشوفها دائما في البروفات بتاعتكم. هي شوف ما هي عشان انت ذاتك حاجتك انت تعجبك لازم تكون مكتمله صح، وغير كده يعني لا التنظير والحاجات والتعب اللي بيتعبوه الشباب ده معلش اعفوا لينا يا شباب، طبعا متعبيننا ومن فوق للحد، فالحاجه عشان تقنعك وتيجي تقنع بها الناس دي ذاتها هنا دي الكيس هنا ذاته. وزي ما قالت يعني شوف هي طبعا دير نظرتهم ابعد طبعا، والما بيحب الفنون ده ذاته المفروض راجع نفسه والله العظيم، المفروض راجع نفسه طوال ما بحب الفنون او عنده راي فيها. شوف انه هي بترسم جات طيره ماشي حسيت انه الموضوع يتوزن يعني، ده حاجه يعني حاجه عظيمه جدا انا شايفه. فمهم طبعا مهم. اكيد مهم عشان الهرمون اللي ذكرته كبير. حنجي لتكوين الصوره معاك يعني، ما حفوت المحور ده والا تاخذ يعني نصيبك فيه من الراي عليه. حنشوف تكوين بصري وثالوث متكامل للمشاهد الكريم من خلال العمل القادم يعني. العمل القادم الكامل جدا اكيد حبيته ما حباني نتمنى يعني تقبل بكماله وبجماله من استاذنا العظيم رحمه الله عليه الشفيع. Thank you.
البريد وراح نساني على بالي حبيت وحباني وذكرت وراح نساني ليه على بالي شكرا نجود، كتر خيرك وكتر خير الفرقه الموسيقيه. مبسوطين جدا انكم موجودين معنا اليوم في حرف لون ونغم. نرجع مباشره نكمل المحور المشترك اللي كان عن التكوين الفني عموما، والتكوين بقى في عالم الميديا الان مختلف، بالذات يعني في التيك توك يعني، فبقى يدخل فيه الموسيقى وفي رؤيه بصريه وإدهاش بصر وتفاصيل ثانيه. لكن لو وقفنا تكوينك ذاته ليش شكل اختيارك لقضايا بتلامس مباشرة وجدان المواطن يعني وبتلمسيها وما في زول بيطرق ليها نهائي، يعني ليه الجرأة دي يا بهجة؟ هي تكاد تكون هي مش جرأة، هي بقدر انت حبك للمجتمع ده وبقدر حبك للناس وبقدر حبك لوطنك ده، انت بتحاول تشوف او تلفت انتباههم او بتقول لهم يا جماعة معليش نحن عندنا الخلل الفلاني في الحتة الفلانية. هي ما جراءة، هي بقدر ما هي إنه يا جماعة تعالوا نصلح الحاجة دي إحنا مع بعض، يا جماعة حاجتنا دي حلوة شديد لكن فيها بس الحاجة الصغيرة دي، يلا قمنا نصلحها مع بعض. عشان كده بتلقى إنه دائما إنه أنا بفتح مواضيع ما الكل بيفتحها، لأنه هو أصلا الإنسان بيختلف بيهابه بتخوفها. أيوة أيوة أيوة، ولا الكل بيقبلها ولا الكل ولا عندهم يعني ما عندهم الشجاعة
انه والله عايزين نفتح الحاجة المغطية دي، تمام؟ فأنا بفتح الحاجات المغطية وبقول لهم تعالوا تعالوا نصلح بس الحاجة البسيطة دي. شوف ردود الأفعال كيف، يعني بالذات احنا لو دايرين نعالج حاجة لازم باللفة كذا ونتطرق لها، لكن معالجة مباشرة كذا بتلقي حدة مرات آراء متناقضة كذا من الناس. هي طبعا على حسب الموضوع اللي أنت بتتناقش فيه أو على حسب الموضوع اللي أنت عايز تفتحه. في مواضيع أنت ممكن تتحايل عليها بالأسلوب بالطريقة بتاعت الأداء بالمفردة ذات اللي أنت بتختارها، لكن في مواضيع ما بتقدر، في مواضيع لازم تكون مباشرة. عشان شنو؟ عشان ما تاخد الناس ما تقول هم عايزين يقولوا شنو. فالمباشرة في المواضيع اللي ما بتقبل التلوين دي لازم تكون مباشر، والحاجات اللي بتقبل التلطيف بتقبل التلوين بتقبل الحاجات دي اهو نحن بنعمل فيها التكوين بتاع الكلمة، الضحكة، الاسلوب، الفكاهة، في النهاية بنحاول. طيب قبل ما نمشي لأمان، يعني إذا كان في قضايا كثيرة، يعني أنتم ما شاء الله يعني كل ما نفتح الوسائط كده يلقاك ترند كده في واحدة من الوسائط، يعني إذا كان في الفيسبوك أو التيك توك، يعني فشنو من القضايا اللي وجدت سيل من الانتقادات وفي نفس الوقت كان فيها تصويب عالي من قبل الجمهور يعني؟ أوكي، أنا الحاجة دي قاعد أقولها يعني في أي مكان أنا أكون قاعدة فيه وما بيقبلوها، يعني شريحة أو السواد الأعظم ما بيقبلها، اللي هي مسألة الهوية، اللي هي مسألة نحن السودانيين ديل منو. أنا طبعا رأيي فيها واضح وقاعد أقوله، وممكن بلاقي هجوم مسألة إنه نحن أغلب مشاكلنا إذا كانت سياسية إذا كانت اجتماعية إذا كانت اقتصادية هي مرتبطة بمسألة الهوية دي، اللي هم نحن السودانيين ديل منو. فإذا أنت كإنسان ما قررت أنت منو، ما بتقدر تمشي في التراك الصحيح أو ما بتقدر تمشي في الطريق الصحيح. فدايما انا قاعده اقول لهم حددوا، بس انا حاليا ما داير اقول عشان ما الاقي هجوم. ودي ايوه ودي دي يعني احنا دايرين نكون لطاف وظراف كده. فانت حدد انت منو عشان من النقطه دي هي دي بدايه نهضتك وبدايه حاجاتك. تقدر تعالج أو يعني انت عايش شنو على قول المخرج؟ اداره التنوع يعني ما شاء الله، يعني الموضوع تقلب برضه لسحطاره، يعني اللي هو اداره التنوع. أيوة. اذا احسننا ومن احسن هويتنا بالزبط. من احسن مستقبلنا وتنميتنا او كذا. ايوه اماني، نحن ما عايزين نتخطى في الحلقه دي كل الجهد اللي انت قدمتيه من انت صغير، يعني حتى في شكل رسوماتك. ورينا الشيء اللي قدمتيه واللي تعبت فيه يعني من خلال لوحاتك، ابرز الموجوده مشاهدينا خلفنا يعني. طيب انا او بنات افكارك اذا جاز التعبير يعني المسمى ده بنات افكاري. انا ما شلت حاجه صعبه شديد، يعني ما شلت حاجه. دائما احنا خشينا الكليه في المشروع، في الربكه بتاعه المشروع، اقول لك مشروعك شنو، ف او انت رسالتك شنو عايز تاديها. فكان في الاول انه انا اختار حاجه يعني قضيه كده يعني اجتماعيه كده، فهمت كيف؟ يعني حاجه تكون ظاهرة مثلا تلامس الناس، هاي تلامس الناس تعجب بطريقة مباشرة. فكنت بحتار دائما ان انا اختار شنو، انا دايرة موضوع قوي. فلقيت انه انا الحاجة لقيت الفكرة غلط تماما، انه المفروض الزول يشتغل حاجة هو حاسية حاجة هو اصلا عايشة، يعني الحاجة اللي انت المفروض توصلها دي ما المفروض تكون حاجة بعيدة منك. حاجات اللي انت عايشة اللي انت بعد ترجع بتكون حاسة بيها، يعني حتى المواضيع اللي انا شغالة عنها كلها بعد ترجع البيت. يعني مثلا انا برسم بنات، اغلب رسمات ما جندر مني لكن بلقى روحي لانه انا بيتي يعني برسم حاجتي. احنا حلوين يعني تقديم، يعني عشان انه هيحصل ده المشروع حقكم المشروع الجاي. بس برسم الحاجه اللي ما بقدر اقولها. المشروع كان شنو؟ علقنا المشاهد يعني الحاجه اللي انت تخرجتي بها من الجامعه. طيب انا المشروع كان علاج، هو كان عنده علاقة بعلم النفس، كان علاج صدمات النفسية أو تأثير الصدمات النفسية، اللي هو كان مش بمعنى حرفي، لكن الفكرة كانت إنه الحاجات اللي ما بتقدر تعبر عنها، ما هو لما تحصل حالة بتاعت شوك أو حالة بتاعت صدمة في ثلاث حالات، الزول يا بيكون صامت ساكت ما بيقدر يعني يدي أي رياكشن، أو بيدي رياكشن ضد الحاجة اللي هو كان يعني كان بيعملها مثلاً في حاجات كده بتعمل. يا هو أنا بس حاولت أوصل الفكرة دي إنه اللحظة بتاعت الصدمة دي أو لحظة ما بعد الصدمة الزول كيف
ما انت ما بتقدر تتكلم، ممكن الشاعر يكتبها مثلا، او ممكن مغني يشوف غنية قريبة لها سمعها او حاول يعمل يغنيها باحساسه، بتلاقيه بغني في غنية حزينة وهو حزين فعلا، فهمت كيف؟ فأنا بحاول ارسم اللحظة دي اللي هو الزول بيكون راجع مستكين، حاسس انه هو تعبان لكن ما قادر يقول انه تعبان، او ما قادر يقول انا خلاص فترت، او ما يزبط بعبر بطريقته. اذا كان استاذ نجود بيعبر عن طريق الغنى والمفردات، والاستاذه بهجه من خلال المحتوى اللي هي بتقدمه، انت برضك من خلال زاويه شوفك في الفنون يعني. فعلا، لانه هم نحن بالنسبه لنا الكلام صعب يعني، اصلا بالنسبه لنا مشكله الكلام دي ترجمه، فانك تترجم الحاجه اللي انت حاسه بها تلقاها تلقائيا طلعت منك في رسمه او في ضيقه. فده السؤال يعني عشان ما نتخطاه، ناس كثيره مرات نحن كمجتمع عموما، اذا نجي لموضوع الهويه ذا يعني، اذا كان ميكس كذا مع مجتمع عربي او مجتمع افريقي عموما في القاره الافريقيه، عندنا نخبوي كذا، فمن عاين انه الفن دور المعارض لفئه معينه من المجتمع، وانه الفئه الثانيه دي اكثر اهتمام بالمتاحف او نشاطات ثانيه، فانت بتكتبي او بترسمي للناس ولا بترسمي لنفسك انت؟ والله انا شايفه انا برسم بس بعبر عن نفسي. اها، برسم الحاجه اللي انا مرات ما بعمل سكتش اصلا للحاجه اللي انا برسم فيها، مرات بقعد بس بحس ان انا برسم الحاجه الفلانيه. هي اكيد بتلامي الزول، بتجي اكيد بتجي على الهواء، ما كل الناس بتجي على الهواء. الحقيقه بتلاقي انه فعلا الزول ده لما يجي يقف بحس ان الزول ده هو كان قاصد يعني شنو، او قاصد شنو. الانسانيه دي ما نفسها لا تتجزا. ايوه، حنشوف المعارض، حنجي في محور ثاني. قبل ما نغني استاذه نجود، في اشاره من كنترول والصبير ريم مهدي يعني، بالنسبه للمشروع الفني واي فنان عنده رساله، وزي ما استاذه امان عندها رساله وبهجه عندها رساله، فالفنان عنده رساله في مجتمعه، ما مجرد هو بيغني صوت جميل ولحن جميل وكذا وادائيه رائعه يعني، ففي مشروع فني ما شاء الله عندك تنقلات مختلفه، الهويه السودانيه اللي بتكلم عنها بهجه، تنقلتي واخترتي من كل بستان زهره، فقدر كيف المشروع الفني بيضيف للفنان وبيخلد له تاريخ زاهي يعني؟ هو طبعا كله البني ادم عموما يعني ما بيكمل لكن بيسعى للكمال لانه يكون مكتمل. الفن ضربه كبير، ضروبه كبيره وكثيره اكيد، والايقاعات السودانيه يعني ما شاء الله، يمكن يعني العالم كله بيعرف انه قدر شنو هي متعدده. الفنان دائما بيسعى، المفروض يعني يكون شامل، يعني ما يحصر نفسه في حاجه معينه. انا بتمنى انه ربنا يوفقني، ويعني انا بحلم به واول بطمح به، البطمح له اقدر يعني اقدر يعني احققه على ارض الواقع، بتمنى الحاجه دي، وبتمنى انه الناس يعني تلقى منابر تقدم فيها الحاجه اللي هي فعلا شغاله عليها. وانا شاكره لكم اكيد شاكره لكم وجودي اليوم هنا اكيد، وبتمنى نكون يعني بجد نقدم حاجه ترقى لذوق المستمع السوداني اكيد، بدون شك بدون شك. يلا نعز المستمع السوداني والمشاهد السوداني.
جديد مشاهدينا عبر شاشة قناة الشروق برنامج حرف ولون ونغم. عدى الزمن، الزمن مش سريع يا أساتذة، لكن موعودين إن شاء الله بحلقة بإذن الله حتكون استثنائية برفقتكم. يعني إذا كان في محور أخير قبل ما نلملم أطراف حديثنا، أنت ما شاء الله يا بهجة عندك متابعين والمعجبين عموما في صفحة قرابة المليون، يعني فدا عبء إضافي وهم كبير قصادهم عشان تقدري توفيهم وتقدمي كثير جدا من القضايا وتقدري تعالجيها بطريقتك. يعني نعم. شنو المشروع المخطط له يعني في بالذات يعني في صناعه المحتوى؟ طيب، هو طبعا لما يكون معك مجموعه من الناس انت بتحاول بقدر الامكان انك تكون قدر تطلعاتهم قدر امالهم او على الاقل تبسطهم او تقدم لهم الحاجه اللي هم
جايين عشانه. انا لي فتره بفكر في برنامج بتاع توك شو، يعني بيديك مساحه، لانه تيك توك رغم انتشاره التايم فيه بسيط، يعني ما بخليك تقول كل اللي انت دايره او تقدم كل اللي انت يعني في بالك. فعندي فكره انه يكون يطلع ويبقى برنامج بتاع توك شو، وان شاء الله يلقى القبول. هيبث في تيك توك نفسها ولا المنصات عموما يعني؟ والله انا طبعا مفكره حاليا انه يكون على يوتيوب، على قناتي على يوتيوب، ودعواتكم بالتوفيق وناس الشروق برضو يعني يعني جاهزين للدعوه، جاهزين للدعوه. فان شاء الله دي الخطه بتاعتي، واطلع من اطار الزمن الضيق لزمن اوسع واشتغل على برنامج توك شو. احنا عارفين انه قدر كيف انه المساحه دي ما بتقدر يعني توفينا، نديك كل حقك وكل شيء اللي بتقدميه، والناس اللي بيشوفوك يعني لاول مره على قناه الشروق كانوا محتاجين دائما يشوفوك في المنصات، احنا مقدرين جدا يا بهجه، كتر خيرك. شكرا جزيلا لقناه الشروق. الله يعزك. اماني نختم معاك، والواحد بيجتهد كثير انه يرسم وعنده لوحات مختلفه، لكن الهم المشترك انه يعرضها للناس يعني، فقصتي انه يكون معرض في حد نفسه في حد ذاته يعني صعب شويه كده، فكيف قدرتي انك تطلعي كل اعمالك؟ هل بديتي كيف في موضوع المعارض ده؟ وصلت وين لحد هسه؟ طبعا كلمه معرض دي كانت الخوف الكبير بالنسبه لي من اول ما خشيت، فحاولت اكسر الحاجه دي من 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 ما خشيت سنه اولى. اول معرض كان شاركت فيه كان في سنه اولى، فكان معرض سنه بدعمل، فما شاركت عشان انا اعرض شغلي، وشغلي ما كان قدر كده الفتره دي كان، فبس شاركت عشان اكسر حاجز المعرض، انا دايره اشارك في معرض يعني، فحبيت ان ابدا به هو الفكره. فتاني بعد كده الحاجات بتتوالى والحمد لله تسهلت، معرض بعد معرض، معرض جماعي. يعني معرض شخصي يعني لاعمالك فقط ولا هو معرض عام؟ معرض جماعي للان ما عملت معرض فردي، لكن حيكون شهر 12 ان شاء الله. ان شاء الله. اكثر المعارض كانت فرد، كانت جماعيه وورش جماعيه، لكن ما شاء الله الحاجات بقت ماشيه يعني. وكيف اقبال الناس يعني؟ مفهوم بتاع انه الناس تمشي المعارض ده بقى خلاص الفتره الاخيره يعني، كسرنا الحاجز خاصه بعد الثوره يعني، شفنا كثير من الاعمال والفن التشكيلي داخل في كثير من القضايا يعني. فعلا، وزمان ما كانت في جاليريز بتعرض، الناس ما كانت عارفه انه في حته معينه الناس تعرض فيها اعمالها وكذا، لكن هسه الحمد لله الحاجات بقت اسهل. في دور اجنبيه يعني، دي المؤسف يعني، اتمنى انه يكون دور وطنيه تحتضن كل الفنانين. ايوه احنا مقدرين جدا يا اماني، كثر خيرك ابانا السليم. استاذ نجود، نجي في محور اخير، وشفناك في كم يعني لقاءات خارجيه، دور الفنان ما فقط في محيطه انه وصل الاغنيه السودانيه، وصل المفرده السودانيه بالنسبه للعالم الخارجي. قصه الجدل انه ما مفهومين وكذا، دي الناس تخطوها لانه الحاجز اصبح اوسع من كذا. قدر كيف الفنان مهم انه يمثل بلده بصوره ممتازه ويحكس ما الشيء ما بيحكسوه الناس يعني؟ هو الفنان السفير الحقيقي للبلد خارج البلد يعني، السفير الحقيقي. يمكن الفن هو الحاجه اللي بتقدر تخاطب بها اي شعب، حتى لو ما فاهم اللغه بتاعتك يعني بيكون فاهم المزيكا بتاعتك اكيد. فخير سفير يمثل البلد فنانينها تقريبا يعني، انجاز التعبير. وهي مسؤوليه برضو يعني، مسؤوليه يعني، انت عشان تقدم حاجه باسم بلدك المفروض تكون ترقى لانها تقدم، وانت سوداني يعني، سوداني تخيل ما في اعظم من انك تقول انا سوداني، ومعروف انه الفن السوداني قدر شنو عظيم. انا بتمنى انه اكون قدمته بالشكل اللي بيليق فعلا بالهويه السودانيه، وقبل تكلمنا على الهويه السودانيه الافريقيه اكيد. وان شاء الله ربنا يوفقنا لسه ونرفع يعني اسم الفن السوداني، وهو معروف جدا برا يعني، كل الناس بتعرف الفن السوداني، بتعرف الراحل العظيم جدا وردي، تعرف سيد خليفه، شو الحبيب احمد طبعا اكيد فننا هو موجود، انما كيف يطلع دي يمكن لسه في 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 حاجات انا ما اعرف الحاجات الواقفه شنو، اول ممكن الناس تساعد بعض كثره، الدعم برضو، الدعم اكيد يعني، الدعم والتمثيل. السودان من حقنا كفنانين نمثل بلدنا، من حقنا تفتح لنا منافس انه نوري العالم الفن السوداني الحقيقي. صحيح. وللامانه يعني انا شوف شاهدت كثير من الحلقات الخارجيه، قدرتي انك توصلي ولو المساحه اللي بتكون محصوره يعني في دقائق معينه، لكن قدرتي توصلي يعني الشكل العام للغايه. وانا عايز يعني اجيب في النقطه دي شويه قبل ما اختم، انه كثير جدا من الفنانين او مفروض التمثيل يكون على مستوى الدوله نفسه يعني، يكون هي راعيه للحكايه دي، فكثير جدا من الشباب بيمثلوا السودان
تمثيل جيد وفي تمثيل آخر هو خصما من الشخصية السودانية ومن الأغنية السودانية عموما أو الموروث السوداني. فن الجاد موجود والفنانين أيوة. اللي بيمثلوا البلد بحقه حقيقي. فن التمثيل يكون حقيقي يعني. أنا مقدر جدا وجودكم معي. وانا بدايه الحلقه قلت ده احتفاء بنون النسوه والقائمين على البرنامج كلهم رجال يعني حواء وادم يعني اليوم في اللوكيشن بتاع التصوير. انا مقدر جدا بهجه خان كتر خيرك وقدر كثير كثير اماني اسهري كتر خيرك شكرا جزيلا وشكرا كمان لوالدك اللي هو معانا مصاحبك يعني وده كميه الدعم والحب الكبير الدعم صحيح يعني البيت لما يكون سندها ابوها تخليها ما في اعظم من الحاجه والمراه لما تكون سندها زوجها بيكون اكبر يعني تحيه عبد الخالق كل مره يعني. انا قاعده اقول ان كان وراء كل رجل عظيم امراه فوراء نجاح كل امراه راجل فاهم واعي ثلجه كبيره طبعا تحيه لعبد الخالق كتر خيرك وهدي نوري نحن مقدرين جدا مشاهدينا لكرم المتابعه والمشاهده وان شاء الله حنلتقيكم في مساحات اوسع وارحب على شاشه الشروق لكن نختم مع النجود وتحيه لتيم العمل اللي سعدت جدا ما نقول جهدهم الان من خلال حرف ولون ونغم تفضل يا نجود انا شاكره جدا للشباب يعني حبايبي شديد شاكره لهم اكيد وان شاء الله نكون قدمنا حاجه جميله و نفرح شوية ونقدم نسيم شباب إن شاء الله يلا الولف كالتالي